اهلا بحضراتكم، الف مبروك لمولد. يعني عايزين نقول ايه، هي حاجه كبيره، مش اتولد الصغير، لا اتولدت كبيره بجد، بناسها وبالناس اللي شغالين فيها والناس القائمين عليها. شبكه راديو النيل، اسمحوا لي ان انا ادخل في الموضوع على طول وارحب بالاستاذ الاعلامي الكبير والجميل وزميلنا الاستاذ طارق ابو السعود، هو رئيس راديو النيل وفي نفس الوقت المشرف على راديو مصر. اهلا بيك استاذ طارق. انا عايزه بس الناس يعني حضراتكم قبل ما تشوفوه يعني تسمعوه كده شويه، هو استاذ طارق زميلنا، لان هو اللي بيقول كل الحاجات اللي بالصوت، فويس اوفر، كل الصوت اللي حضراتكم بتسمعوه هو بصوت الاستاذ طارق. انا بشكرك جدا، انت عامل لنا حاجه جميله في مصر النهارده. كل تقاريرنا والسؤال الاسبوعي كله جميل. اولا الف مبروك استاذ طارق. نعرف من حضرتك بقى ايه حكايه شبكه النيل؟ انتوا ابتديتوا امبارح باثنين محطتين اذاعه، نتكلم عنهم بعد كده نشوف المستقبل ايه بقى. طبعا هو شبكه راديو النيل، انت عارفه ان اتحاد الاذاعه والتلفزيون ليه شقين او جناحين، الجناح المرئي والجناح المسموع. المرئي في التلفزيون المصري وفي NTN شبكة تلفزيون النيل. المسموع في الإذاعة المصرية طبعا، وفي الوليد الجديد اللي ظهر دوت هو شبكة راديو النيل. شبكة راديو النيل احنا طلعنا بمحطتين اللي هي ميجا 92.7 FM وهيتس راديو هيتس 88.2 FM. يعني الناس تجيب على الاف ام 88.2 و92.7 بالظبط. ولسه في محطتين كمان ان شاء الله قريب هيبقوا موجودين. طيب المحطتين اللي موجودين دلوقتي بيقدموا لنا ايه؟ احنا بدانا اغاني، لكن طبعا هي في الاخر مجموعه، هيبقى فيها مجموعه برامج طبعا، اغاني احدث المطربين، احدث الانتاج الفني اللي موجود في السوق المصري والعربي. هيبقى فيها برضو مجموعه برامج بعد كده، بس مش دلوقتي. يعني احنا لسه فاتحين. لا ما انا عارفه ان كده، مش هتكلم على البدايه، لكن عايز اعرف يعني بعد كده هيبقى فيها، يعني دي هيبقى فيها ايه ودي هيبقى فيها ايه. دي مجموعه اغاني وشكل من الاغاني وشكل من البرامج وشكل من المذيعين لجيل شبابي شويه، شبابي شويه طبعا، اللي هو راديو هيتس 882، وراديو ميجا ده هيبقى اكبر منه شويه. وبعد كده هيبقى في اكبر منه سن كمان. يعني لا مش سن، لا بص انا عايز اقول لك على حاجه، يمكن من تجربه راديو مصر اكتشفنا ان الموضوع ملوش دعوه بالسن. يعني حتى كان اول ما بدانا يقول جمهورك المستهدف ايه، جمهورك المستهدف كل الناس اللي بتسمع. هي اذواق بتختلف، لكن هو في الاخر المحطتين اللي جايين ان شاء الله هو كل الناس. يعني كل الناس بتسمعهم، كل الناس ممكن تسمعي انت اغنيه عجباكي فهتلاقي بالظبط من الجيل الحالي تاثر فيا او اغنيه، مش هتفرق. لكن الاولانيه دي هتبقى خاصه بالشباب اكتر، راديو هيتس اللي هي 88.2 بالظبط، والثانيه دي ممكن للاكبر، يعني ممكن نسمع فيها مثلا ام كلثوم، عبد الحليم. لا دي الثالثه ان شاء الله، دي الثالثه. ان شاء الله. طب الثالثه بقى هتبقى هو جيل ده، الثالثه اللي هي موجوده دلوقتي، اللي موجوده اللي هي اذاعه الاغاني، هتنتقل ان شاء الله معانا لراديو النيل، وديت هتبقى الاغاني اللي هي 105 اللي هي 105.8 دي هتبقى تبعك بعد كده ان شاء الله. هي موجوده دلوقتي معانا في راديو النيل، ما هي جزء من راديو النيل دلوقتي. يعني راديو النيل اصلا كان فيه اذاعه الميجا وهيتس دول جداد، لكن هو موجود او اللبنه الاساسيه فيه اللي هي المنوعات اذاعه الاغاني. الاغاني الرابعه هتبقى ايه؟ الرابعه ان شاء الله والله في اتجاه ان هي ممكن تكون دراما او ان هي تكون اذاعه رياضه ان شاء الله، او الاثنين. انا كنت لسه اقول لك كده يا استاذ طارق، يعني طبعا الرياضه مهمه جدا، وفي نفس الوقت الرياضه، يعني انا ما سمعتش ان انا ما اعرفش، يمكن انا اكون مثلا ما عنديش خبره في المجال ده اكتر، بس انا ما سمعتش ان في محطه اذاعيه بتذيع دراما مسلسلات اذاعه على طول. انت سمعت حاجه زي كده موجوده ولا احنا نكون احنا اول ناس؟ هي حتى لما تطلع راديو دراما مش مسلسلات اذاعيه على طول. ما انت عندك في موسيقى تصويريه، في اغاني خاصه بالدراما، في افلام ممكن ناخد الاوديو بتاعها، في يعني لا الله يعني تبقى حاجه جميله. لا مش هتبقى مسلسلات بس، يعني مسلسلات والشغل اللي حوالين المسلسل بالظبط اللي هو
شامل المسألة كلها. طيب تسمح لي أسألك بقى حاجة. فضل. دلوقتي أنا لما بفتح نجوم بفتح الاف ام بيبقى عندي الشرق الأوسط، بيبقى عندي إذاعة القرآن الكريم، بيبقى عندي إذاعة الأغاني وفي راديو مصر وفي نجوم اف ام وفي في 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 محتوى كتير. دول هيفضلوا زي ما هم وانتوا جنبهم؟ دول موجودين زي ما يعني الشرق الأوسط هتفضل موجودة. بس بعيدة، مش بترددها بس هي الاغاني اللي هتتاخد هتبقى تبع حضرتك. بس هتبقى تبع الراديو النيل. طيب احنا هنا كلنا بنتكلم برضو، اكيد سؤال الساده المشاهدين عايزين يعرفوه من حضرتك. احنا كلنا يعني ده الراديو بتاعنا، هنقول كله على بعضه راديو مصري، راديو الراديو بتاعنا بتاع المصريين يعني. هي كده المحطات دي هتنافس بعضها ولا هتكرر بعضها ولا كل حاجه هيبقى ليها سكه لوحدها؟ هتكمل بعضها. يعني هي محطات، مجموعه محطات في الاخر بتكمل بعضها، ليها هدف منها من انشائها. يعني انا عايز اعرف انا ليه هسمعك، ليه هسمعكوا وزي ما بسمع الشرق الاوسط زي ما بسمع. لا كل محطه ليها طعم يعني. خلي بالك. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، المحطات الموجوده على الاف ام دلوقتي في محطات موجوده وفي محطات بتبقى اصلا معموله موجه اف ام، بيبقى ليها فورمات برمجيه وشكل برمجي وشكل مذيعين مختلف. ايوه بالظبط. يعني المحطات اللي موجوده هي يعني الشرق الاوسط هي مش اف ام اصلا. لا مش اف ام اصلا، لا هي محطوطه على موجه الاف ام لضمان جوده ونقاء الصوت. بالظبط كده. لكن محطات الاف ام نفسها هي محطات ليها فورمات معينه، ليها شكل معين، المذيع فيها ليه مواصفات معينه. طب ما تقول لنا الاول كده الفورمات ايه بتاعت البرامج دي بالمذيعين؟ ولا حاجه، هي بتبقى فورمات برامج مدتها طويله، يعني اقل برنامج بيبقى مدته ساعه، لان عدد، لان وقت الكلام في الساعه دي بيتراوح ما بين مثلا من 8 ل 9 دقائق في ال 60 دقيقه المفروض. ايوه. غير في برامج في الميديم بيقول لك بنعمل برنامج 5 دقائق، بنعمل برنامج 10 دقائق، بنعمل برنامج ربع ساعه. يعني ده عرف موجود فيه. موجات الاف ام ما فيهاش ربع و10 لازم يعني بلوك ساعه، لان الساعه دي هو بيتكلم فيها 9 دقايق، ده المفروض الكتاب بيقول كده. ايوه الكتاب بيقول كده. لكن انا بسمع، مش هقول اسامي اذاعات، ابتدى الكلام يكتر، ابتدى الكلام يبقى كتير، وابتدى يبقى صوره من خريطه التلفزيون، صوره من القناه الاولى او القناه الثانيه. لأن للاسف اني بقول كده، هقول لحضرتك لان الفورمات اللي هم المفروض بيمشوا عليها ما فيش التزام بيها قوي دلوقتي. زائد ان بيبقى ساعتها المذيع يعني مش النجم المحطة او مش النجم اللي الكونتنت او المحتوى اللي انت زي بيبقى المذيع ساعتها هو النجم. فالمحطة بتتحول من محطة مذيع مش لمحطة محطة. فهمت قصدك. صحيح. بس كده. جميل. ببساطة شديدة. رسالة وصلت والمعلومة وصلت ليا. طيب استاذ طارق.